أما بعد، فلقد أراد قوم نبي الله إبراهيم عليه السلام أن ينتقموا من نبيهم ورسولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنامهم وحطمها وأهانها. فلما غلبهم بحجته القوية الساطعة أرادوا مع ملكهم هذا أن ينتقموا منه ويحرقوه في نار عظيمة فيتخلصوا منه. قال عز من قائل مخبرا عن قولهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فشرعوا يجمعون الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن ليلقوه بها، وجعلوا ذلك قربانا لأوثانهم وأصنامهم، حتى قيل إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر: لأن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم. وهذا يدل على عظم الحقد المتأجج في صدورهم ضد إبراهيم عليه السلام. ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا النار فيها، فتأججت والتهبت وعلى لها شرر عظيم لم يرى مثله، وكانوا لا يستطيعون لقوة لهبها أن يتقدموا منها. ثم لما كانوا لا يستطيعون أن يمسكوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأيديهم ويرموه في هذه النار العظيمة لشدة وهجها، صنعوا المنجنيق ليرموه من مكان بعيد، فأخذوا يقيدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو متوكل على الله عز وجل حق توكله. فلما وضعوه عليه السلام في كفة هذا المنجنيق مقيدا مكتوفا وألقوه منه إلى وسط النار، قال عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل.